العود ملي كيدخل للمحرك آه. ما بقاش يشعر خاصو ضروري ما يصبوش لي حداه كاين جاي اخرى عزيز تاهي مليح هذا قول الموحيل ديالك اخويا عبد القادر شحال دابا من عام ويا عندك اخويا عبد القادر هذه دكزت واقيلا 20 عام روش نغلم حيت تجي الحمومه واش تنهي فاش اللي دا شي الهيمه يقول الله عامر هذا شعير فاش ما نغسلو حيت رويزه باش ما تضرش ها هانتوما دابا هذه هي الماكله اخويا عبد القادر دابا هذا الثمن المطحون ديال الفارينه تبارك الله حنا جايبينها للعشاقه كما عبد القادر ولاباس اخويا وبخير لاباس وسلي عادك مليح هذه تبارك الله ندير حنا جايبينها للعشاقه هانتوما وباغا نصبر في التاريخ تبارك الله سلي عادك مليحه هانتوما في الواحد هانتوما هالحولي هذا في الكورينه ماكله طبيعيه ماكله عاديه ما كاينه هاي نعطيوها في لاحتنا تبارك الله سلي عادك نقيه نعطيوها في لاحتنا الشعير والنخاله النخاله نشريوها و الثمن ديال الفارينة والشعير والنخالة وبعد مرة الشعيرة كانت عندنا الجلبانة هاد العام ما جاتش لنا الجلبانة كرات انت الجلبانة وباغي نبيع وما بقاوش السواق وحنا ما بقى لا ترانسفور منطقة منين اخويا عبد القادر؟ انا واحد البروج وحنا معادين من البروج ب 18 كيلومتر باش معادين من البروج وراه كيسقلوا عليكم كيسقلوا عليك الناس اليوتيوب ونعطيوهم نفس العاق من ذاك الشر اوكي ونعطيوهم الحبوب مصفين ومربع عندنا وشي سلعة مليحة ان شاء الله هات ولدي هات هات مرحبا بكم هذه هي الماكلة اخويا عبد القادر دابا هذا الثمن المطحون ديال الفارينة والنخالة والشعير والجبانة تمت لينا يلا غادي نمشي تجيبها دابا على الكاميو ايوا هات مرحبا بكم اللي بغى يجي راه فلم الشعير حنا كنرطبوها كيفاش كديروا الشعير فاش ما نغسلو حيت رويزه باش ما تضرش البعير هانتوما دابا هاد الشعير كنغسلو حيت الشعير دابا مداوي خاصو يتغسل ماكله طبيعيه هانتوما داكشي ديال السكاري وهادشي السكاري ما كنديروش نغلم حيت تجي الحمومه واش تنهي فاش اللي دا شي الهيمه يقول الله عامر دار ما يقولش الله يخليها دار اصلي عادك مليح اخويا عبد القادر راه الماكله هي السلعه ديال الكساب عبد القادر وكيقول لكم مرحبا بكم احنا ها الكرويله اللي كانت عندنا نقلو عليها العلف هذه هي الكرايويله ديال قديم الزمان شحال دابا من عام ويا عندك اخويا عبد القادر هذه دكزت واقيلا 20 عام احنا عاد 20 هاد الطوينيبيل عندنا نهزوا عليها الفلينه ها هي قديم هذا نهزوا فيها العلف والترانزيت عندك اش من عامد؟ هذه 81 قديم عندك هذه يا خو الكارو اللي كنا نهزوا عليه هذه هي اللي كتجيب عليها العلفو كنا نهزوا عليها ابن علاش كنا نجيبوا العلف على الكارو على الكارو هذا 45 عام قديم هذا ديال ايوا عاد بنادم راه شويه داينا الحاله وبنادم راه كيجاس الموحيل هذا قول الموحيل ديالك اخويا عبد القادر بسم الله هذا الجرايد ديالك اخويا عبد القادر تبارك الله تبارك كاينه قريقه هنايا دايره قريقه هنا هذه ديال الدراري الصغار يلعبوا فيها مزيان الله يصلح الدراري الصغار كيلعبوا فيها تبارك الله تبارك الله الله يصلح زويتينات هذو واقيلا يلا درتيهم قريب الحال والمنطقة عندكم تبارك الله زوينة واش غايزين احنا في البلاد كان عندنا حشاك مغلب بعتو شحال هادي واقيلا من اسم الترانزي تبارك الله الله يسلمك شحال داير البيبي اخو عقاد شحال داير البيبي
كنسكر فيها ديال الدراري الصغار ما كنسكر لها حتى ملي كيكون الشتا كندبحو 4000 ريال 4000 ريال ها الفصه اللي كنعطيو المغلم ها هي طبيعيه شي حاجه مليحه ها هي مني دابا تاكل هاك العلف كنعطيوها هاد الفصه كاين تزيدو هذه غلمت هي اخرى هذه هي مليح باغي ان شاء الله يا خدير اش فرقه فاش نحاولي ما يضاربش تبارك الله باغي تبرع ان شاء الله الكليين واش غيدير ها هذه فرقه اخرى هي تبارك الله تبارك الله مرحبا بي مرحبا بي انت نوض انا ولد عمي مليح تبارك الله مليح واه بنادم اش غيدير في البلاد كيدير بهاد الجماع ايوا واش غادي دير الزمان نعيجات عدلك شحال من نعجه واقع تبارك الله الله يصلح سلي عدك تبارك الله عبد القادر مليح واخو عبد القادر واش غادي كلمه للمشاهدين كلمه للمشاهدين اللي عقيد عندك يقول الله يعمر هذا الله يصلح اللي عقيد نعديك يقول الله يعمر هذا وهاي مزينه وهاي دعمي حنا راه اكسي متى ان شاء الله راه غادي تبرع عليا ان شاء الله الكليانة مرحبا اللي جا عندنا مرحبا بي داكشي اللي كاين حنا مالنا بارتين في البلاد راه نقسم الله عليك على البركه دعوه الصحه والسلامه والله يبارك لك التوبه والمرض امين نقسم الله على عباد الله احنا دايرين لها تضرب ما دايرين دوايات مزيان يلا يلا تبارك الله عليكم الخوت دوا فين كاين العود الله يسلمك انا ابلخ انا ما عندي ناس راه كاين الدراوش هذا الرئيس ما داير مع الناس والو خاصه يحلق مع الناس خاصه يحلق مع الدراوش هذا العروبي راه كاين المسكين ما صايم ما ياكل خاصه لا صافش ما ينوب على الناس احنا دايرين هنا هذا احنا دايرين هنا دايرين الهي دايرين العروض دايرين كل شيء الله يصلح عاود شحال من شحال هذا ضارب عندك هذا العاود هذا دوز عندي دابا هذا 8 سنين دوز عندي تبارك الله هذا دوز عندي 8 سنين فجاري تبارك الله باغي نبيعو تابا باغي تبيعي باغي نبيعو الله يصلح راه عاود مليح اش قد يتركب بقيتيش كتركب ما بقيتش قديت كاين شحال انت دابا من عام ما بقيتيش ركبتي هادي عامين 3 سنين وبقيت ركبت شي 3 سنين بحال شويه قاعد يضروني رجلي قاو وما نعاود واعر عليا واعاها ملي كدير تخاف العود ملي كيدخل للمحرك ما بقاش يشعر خاصو ضروري ما يسبقوش ليه حداه كاين خاصو كيهتز واحد النفس اللي تيتقطع جهده داك الجهد ديالو كلشي كيعطيه كلشي كيعطي داك الجهد ديالو والله يصلح بالله غلب والله